الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الباحث المهندس سماح الشيع عودة. سنبدأ في سلسلة تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت عنوان ما يجب معرفته عن أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والجزء الأول. هذه السلسلة تتكون من مجموعة من الأجزاء بالتعاون مع برنامج دعم الشباب. فإليكم الملخص المحاضرة الأولى. في هذه المحاضرة سنتعرف بشكل مختصر عن مكونات الإشعاع الشمسي وأنواعه وأنواع الألواح الشمسية في القطاع التجاري وبعض خصائص الألواح الشمسية وتصنيف الشركات المنتجة للألواح لعام 2021 وما هي مزايا وعيوب تقنية الأنظمة الشمسية الكهروضوئية. في بادئ الأمر سنتطرق بشكل سريع على مكونات وأنواع الإشعاع الشمسي. ومثل ما معروف أنه الطاقة المنبعثة من الشمس تأتينا على شكل موجات كهرومغناطيسية بترددات مختلفة، وهذا ما يعرف ويسمى بمصطلح الطيف الكهرومغناطيسي. طبعا هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الإشعاع الشمسي الذي يتم إطلاقه من الشمس. يتكون بشكل رئيسي من الأشعة تحت الحمراء الانفراريد IR والضوء المرئي أو الإشعاع اللي احنا من خلاله نستطيع تمييز الأشياء وتدركها العين البشرية وترى الأشياء في وضح النهار. والجزء الآخر المتعلق بالضوء المرئي أنه هذا الحيز من الإشعاع الشمسي يشكل بحدود نصف كمية الإشعاع تقريبا اللي تستقبله الأرض، ويعمل بتردد. هذا التردد يتراوح في أكثر المصادر العلمية بين 4 بالعشرة إلى 7 بالعشرة من وحدة المايكروميتر. وكما هو معروف هناك وحدات قياس للأطوال الموجية للطيف الكهرومغناطيسي، وهذا الموضوع طبعا أنا شارحه في محاضرات مستقلة. فقط احنا اليوم اللي راح نتعرف على ما يهمنا في موضوع الأنظمة الشمسية الكهروضوئية. والجزء الآخر هو الأشعة فوق البنفسجية الألترافويلت UV، وطبعا مع ما يصاحب هذه الأنواع الثلاثة من حرارة نأتي إلى جزء بسيط آخر وهو توازن الطاقة على سطح الكرة الأرضية. مثل ما معروف أنه هناك قسم من هذا الإشعاع أو الطاقة الضوئية ينعكس من على سطح الأرض أو من على الأجسام المختلفة، فحوالي ثلث الطاقة الواردة من الشمس ينعكس ويعود مرة ثانية إلى الفضاء، وراح نشوفها بالمخططات طبعا. وبحدود نصف هذا الإشعاع يضرب سطح الأرض، وقسم منه يتم امتصاصه، وجزء صغير من طاقة الشمس يصل إلى الأرض وهو المسؤول عن كل مظاهر الحياة على سطح الأرض، وهو مصدر لمعظم مصادر الطاقة اللي يحتاجها الإنسان واللي عادة تتحول من شكل إلى آخر. راح نشوف في هذا المخطط أنه الانكومينج سولار راديشن. طبعا لو نجي على المصادر العلمية والمواقع المتخصصة بهذا الشأن، هذه النسب ممكن نراها مختلفة بين مصدر وآخر. هذه الأرقام تعنينا بالتعرف على النسب ما ينعكس من الإشعاع ونسب ما يتم تشتيته على شكل إشعاع سكاتر أو إشعاع متشتت، وكمية الإشعاع الواصل على سطح الأرض واللي يتم امتصاصه. نلاحظ أنه هذا الإشعاع المنطلق من الشمس قسم من عنده ينعكس بشكل reflected by atmosphere في الغلاف الغازي نتيجة لوجود الأبخرة والدقائق العالقة في الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية من غيوم وبخار ماء وparticles أو جزيئات بنسب مختلفة. هذه النسب مثل ما نشوفها واضحة، مثل ما قلت أنه ممكن أنه واحد يراها في مصدر آخر في أرقام تختلف. اللي يهمنا أنه فقط أنه نتعرف على أنه هناك جزء من الإشعاع ينعكس
وجزء من الإشعاع يتم امتصاصه أيضا بكل ما موجود بالغلاف الغازي، يعني نادي ينطينا نسبة 19% absorbed by atmosphere and clouds، يتم امتصاصه بالغلاف الغازي ونتيجة لوجود الغيوم. وهنا يحدد لي بحدود نسبة 51% يصل إلى سطح الأرض ويتم امتصاصه، وقسم من الإشعاع الساقط على سطح الأرض أيضا يتم انعكاسه مثل ما نشوف بهذه النسبة المئوية اللي هي 4%. ومثل ما قلت هذه الأرقام تختلف من مصدر إلى آخر. المهم إحنا نفهم بأنه عندنا إشعاع مباشر وإشعاع متشتت diffuse وإشعاع منعكس أو reflected radiation. راح نجي على الجزء اللي يهمنا في عملية الحسابات، إنه لما نريد نروح نحسب نظام طاقة شمسية وراح نتعامل مع قيم رقمية أو قيم عددية لهذه المكونات للإشعاع الشمسي solar radiation أو incoming solar radiation، واللي طبعا عادة من يسقط على سطح معين نسميه insulation، وكلمة insulation هي جاية من incoming solar radiation على سطح معين. على أي حال الآن نرى أنه مكونات الإشعاع الشمسي تتكون من أجزاء رئيسية اللي هو الإشعاع الشمسي المباشر اللي هو normal solar radiation أو direct solar radiation، وهذا طبعا يشكل الجزء الأعظم من نسب مكونات الإشعاع الشمسي. ومثل ما شفنا أنه عندنا إشعاع شمسي منتشر أو diffuse solar radiation واللي تكون عادة نسبته أقل قياسا إلى الإشعاع الشمسي المباشر اللي قلنا يمثل النسبة الرئيسية من مكونات الإشعاع الشمسي. وعندنا جزء بسيط من الإشعاع الشمسي المنعكس من على سطوح الأجسام القريبة من على أسطح الألواح الشمسية على سبيل المثال اللي هو نسميه reflected solar radiation، وعادة تكون نسبته أقل، وهذا طبعا النسبة تعتمد على مقدار العوائق الطبيعية المحيطة بال السطح اللي انت قاعد تتعامل معه. كلما يزداد عدد السطوح ويتم عليها عملية انعكاس كلما تكبر كمية الإشعاع الشمسي المنعكس. وبالتالي احنا نأتي على مصطلح آخر اللي هو الإشعاع الشمسي الإجمالي أو Global Solar Irradiation. طبعا هنا راح نميز نوعيتين، انه Global Solar Irradiation on horizontal surface of the earth الإشعاع الشمسي الكلي على سطح على نقطة معينة أو على سطح معين على سطح الأرض، واللي عادة يتكون من مركبتين أساسية اللي هو الإشعاع الشمسي المباشر والديفيوز سولار راديشن ديفيوز سولار راديشن ونسبة صغيرة من الإشعاع الشمسي المنعكس أو الريفلكتد سولار راديشن. لكن لما نجي على موضوع الألواح الشمسية الكهروضوئية وإحنا نكون قد نصبناها في مكان ما، نلاحظ أنه الجلوبال سولار راديشن أون تلتد سيرفيس المنعكس على سطح العفو الواقع على سطح الماء اللوح الشمسي، نلاحظ أنه نسبته عادة ما تكون أكبر من كمية الإشعاع الشمسي الإجمالي الساقط على سطح الأرض. وطبعا هذا الكلام العلمي إلى مبرراته، لأنه عندما يتم توجيه الألواح الشمسية بزاوية معينة من أجل تعظيم كمية الإشعاع الشمسي الساقط على سطح اللوح راح نحصل على كمية أكبر نسبيا من كمية الإشعاع الشمسي الساقط على السطح الأفقي للأرض. مثل ما نشوف هنا طبعا في حالة الغيوم الكثيفة نسبة الإشعاع الشمسي المباشر النورمال أو الدايركت راديشن راح يتم حجب جزء من عنده، أما يتم امتصاصه أو تصير عملية absorption أو عملية انعكاس reflected فتكون نسبته أقل، وكل ما تزداد كثافة الغيوم كل ما يكون إنتاجية الألواح الشمسية أقل بسبب حجب الجزء الأكبر من مكونات الإشعاع الشمسي المباشر مثل ما قلنا. وهذا هو طبعا سبب رئيس بأنه الألواح الشمسية في حالة الغيوم الكثيفة والأمطار والغبار الكثيفة
قل الانتاجيه مالته، وايضا قل الانتاجيه مالته في بدايات الصباح وفي الفترات ما قبل غروب الشمس بسبب انخفاض نسب مكونات الاشعاع الشمسي الساقطه على سطح الالواح الشمسيه. طبعا هنا مثل ما نشوف هذا الجدول في من احد عمليات التحليل اللي انا اجريتها بمرات عديده، طبعا فقط هنا لغرض التوضيح انه هنا طبعا عندنا هذا الموقع، هذا الجدول هو من تحليل لموقع في منطقة زرباطية باستخدام برنامج الـ PBGIS لعام 2016، وهذا طبعا مثل ما نشوف مكونات الإشعاع الشمسي الـ Global Horizontal Irradiation، الإشعاع الشمسي الكل الساقط على السطح الأفقي للأرض مقاس بوحدة كيلووات أور بير متر سكوير بير داي. وهنا طبعا الـ Horizontal Diffuse Irradiation الإشعاع المتشتت ايضا مقاس بوحده كيلووات ساعه على المتر المربع خلال اليوم، وايضا هذا ينطينا المعدلات الشهريه خلال اشهر السنه لدرجات الحراره، وايضا ينطيني الويند فيلوستي مقاسه بوحده متر بير سكند خلال المعدل يومي خلال اشهر السنه، وبالاخير هذا ينطيني الجدول المعدلات السنويه. اللي أريد أقوله طبعا هنا هذه القيم تختلف من موقع إلى آخر، لكن احنا بالنسبة لنا على العموم في العراق أو حتى في الدول العربية قد تجد هذه القيم تختلف بنسب متفاوتة، ولكن على العموم هي نسب مشجعة جدا للذهاب باتجاه نصب مشاريع ومنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. مثل ما نشوف هنا طبعا في هذا المخطط انه هذه هي الشمس، هذا هو الدايركت، الدايركت سولار راديشن هو الاشعاع الذي ياتي بشكل مباشر من الشمس ويسقط على سطح اللوح بدون ما يعاني اي عمليه توهين وتشتت بشكل مباشر، فهو مثل ما قلنا هو يمثل النسبه الاكبر. وطبعا في ساعات الظهيره احنا عادة من نركب الألواح الشمسية يجب أن نحصل على حالة التعامد حتى نحصل على تعظيم أو ماكزمايزيشن لشدة الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الألواح. وهذا هو الإشعاع الديفيوز اللي لاحظ أنه اصطدم بالغيوم وقسم من عنده صار بتوجيه وسقط على سطح اللوح، وهنا هذا نلاحظ أنه الإشعاع اللي ساقط على سطح الأرض في هذه البوينت في هذه النقطة قسم من عنده ينعكس ويذهب مرة أخرى يسقط على سطح اللوح، وهذا ما يعرف بالرفلكتد جراوند رفلكتد سولار الراديشن. وأيضا مثل ما نشوف هذا هو جزء من الإشعاع يتم امتصاصه بالغيوم بعملية الأبسوربشن أو عملية الامتصاص، وقسم من عنده يصير عملية سكاترينج أو عملية تناثر ب الاتموسفير او بالفضاء الخارجي، وقسم من عنده هذا اللي يصطدم بهذه البارتيكلز او الايروسولز الموجوده بالانفايرمنتال او الاتموسفير، قسم من عندها ايضا راح يسقط على سطح الارض على شكل اشعاع متشتت او منتشر ديفيوزد. وايضا هذا طبعا المخطط او البلان يوضح لنا نفس المبدا، انا طبعا خليتها حتى تكون الصوره عندكم واضحه افضل، انه هذه هي الشمس وهذا هو الاتموسفير وهذا هو سطح الارض وعمليه الريفلكشن والدايركت راديشن، وايضا عندي الديفيوز وهنا عمليه الامتصاص والريفلكشن. وبالتالي مثل ما نشوف انه هذا اللوح هو واقع ومركب ومنصب بزاويه مائله اللي راح نجي عليها هي اللي زاويه التلت انجل او زاويه ميل اللوح الشمسي حتى نحصل على تعظيم لشده الاشعاع الساقطه وبالتالي زياده الإنتاجية. طبعا اللي أحب أشير إليه في هذا الجدول، لاحظوا هذه القيم وهذا الشيء المهم اللي لازم نفهم الفيزيكس أوف سولار راديشن أو ما معنى الأرقام اللي نحن نتعامل معها، أنه لا نتعامل مع أرقام مجردة وإنما نفسرها فيزيائيا ونعكسها على الواقع. يعني إحنا هنا طبعا مثل ما نشوف المعدل اليومي لشدة الإشعاع الشمسي في شهر جنيوري أنه هذا الرقم صغير بحدود 2.72. طبعا هذه الارقام لما تاخذ بيانات لشده الاشعاع الشمسي من مواقع مختلفه قد تجد
الجمود قد 100% راح تجد اختلاف، وهذا الموضوع إن شاء الله راح نجي عليه في محاضرة أخرى لسبب الاختلافات، لأنه كل موقع له وحدات القياس والتولز أو الأقمار الصناعية اللي يقيس بها، فأكيد أكو اختلافات نسبية بين القيم اللي يتم قياسها من different resources of solar irradiation. فهنا نشوف طبعا في شهر فبراير شدة الشعر تكون أكثر، وهذا الشيء واقعي. لاحظ أن هذا القيمة أكبر بغض النظر عن قيم الأرقام، لكن لاحظ أنه المثير للانتباه واللي يجب أن تنتبهون عليه أنه شدة الإشعاع الشمسي تزداد في خلال أشهر الصيف، وهذا أمر واقع مع زيادة شدة الفوتوفولتيك الراديشن. لاحظ أو زيادة الفوتوفولتيك إنرجي، لاحظ اللي نحصل عليها من الإشعاع الشمسي تكون قيمها أكبر في أشهر الصيف مقارنة إلى الأشهر في نهاية السنة وفي بداية السنة. طبعا أسوأ شهر عندنا اللي هو أقل قيمة لشدة الإشعاع الشمسي هو شهر ديسمبر، وعادة هذه القيم نحصل عليها في يوم الانقلاب الشتوي، وأعلى قيمة نحصل عليها هو في شهر السادس اللي هو شهر جون. لاحظ أنه في يوم الانقلاب الصيفي ودخول فصل الصيف تكون الشمس في أعلى نقطة في قبة السماء، وعملية التعامد تحقق لي أكبر كمية من السولار الراديشن، وبالتالي أعظم إنتاجية أنا أقدر أحصل عليها في هذا اليوم نسبة إلى باقي أيام السنة. راح نجي طبعا على الانواع التجاريه للالواح الشمسيه المستخدمه في عمليه في بناء المشاريع، سواء كانت مشاريع صغيره او مشاريع كبيره. طبعا تجاريا عندنا ثلاث انواع من الالواح الشمسيه، هي المونوكريستالين سيليكون احاديه التبلور، عاده تصنع من بلوره واحده من السيليكون النقي. نلاحظ انه الشكل الخارجي او الابيرنس مالتها يكون متجانس، معدل الكفاءه يتراوح لهذا النوع من الالواح من 16 الى 20%، وطبعا في شركات كسرت هذا الرقم ووصلت الى 22 او 23%، وهذا ما راح نشوفه بعد شويه. طبعا الكفاءه مالت هذا النوع من الالواح هو اعلى قياسا الى باقي الانواع التجاريه الاخرى بشكل عام، ولذلك انه تحتل مساحه اقل نسبيا من الواح البولي كريستالين سيليكون. عمرها التشغيل الافتراضي هو 25 عام، وتعمل بشكل افضل في ظروف الاضاءه المنخفضه نسبه الى البولي سيليكون، وطبعا ايضا تعمل على توليد الطاقه من ضوء الشمس ضمن الاطوال الموجيه القصيره. وطبعا كعادة ما تكون التكلفة مالتها أعلى بقليل، ولكن التكلفة ليس بذات القيمة أو الفرق الكبير أتوقع، يعني نسبيا فرق نسبي، وأيضا بها ملاحظة أخرى أنه تكون مرتفعة نسبيا بإنتاج الطاقة خلال الفترات الأولى من عمر المشروع، يعني خلال السنوات الأولى من عمر المشروع نسبة إلى باقي الأنواع أثناء عملية الاشتغال. طبعا نلاحظ أنه هذه هي الخلية المونوكريستالين سيليكون، عادة تكون مشطوفة من النهايات، طريقة تصنيعها والتكنولوجيا شوية تكون أعقد، لذلك تكون تكلفتها أعلى، ولكن أيضا كفاءتها مثل ما قلنا تكون أعلى. هذا هو طبعا الشكل العام للوح شمسي مثل ما نشوف، انه ما يكون اللون مالتها مائل الى اللون الازرق الداكن او الى اللون الاسود قريب الى اللون الكحلي، وطبعا نسميها المونوكريستالين سيليكون او نشير الها بال سي اس اي. وهذا هو لقطه او سكرين لمشروع مكون من الواح المونوكريستالين سيليكون او الألواح الشمسية أحادية التبلور. طبعا عندنا النوع الثاني اللي هو الألواح الشمسية متعددة التبلور أو البولي كريستالين سيليكون، نشير لها بالبولي دا
داش اس اي تصنع عادة من بلورات متعددة قد تكون باتجاهات مختلفة، لذلك يكون المظهر الخارجي مالها غير متجانس بأشكال بعدة ألوان، لأنه الكريستلز ماله أو المايكرو ستركتشر يكون مكون من بلورات تأخذ اتجاهات مختلفة، فتصير عملية الريفلكشن للضوء الساقط عليها بعدة اتجاهات وتعطينا ألوان مختلفة. وهذا الموضوع طبعا ممكن ناخذه بالتفاصيل عندما نروح بشكل معمق على تكنولوجيا الخلايا الشمسية وطريقة تصنيعها وخصائصها المختلفة. طبعا هنا نقاوة السيليكون عادة تكون أقل، لأنه عادة يتم جمع القطع الجاية من عملية التقطيع أو السيسينج أو الفضلات وإعادة صهرة، وهذا الموضوع طبعا يتعلق بتكنولوجيا التصنيع ممكن أنه نتطرق إليه في محاضرة أخرى. لكن وبالتالي هذا يعطينا نقاوة السيليكون تكون أقل نسبة إلى خلايا المونوكريستالين سيليكون، كفاءتها طبعا تتراوح من 15 إلى 18%، لكن أيضا عندنا شركات أنتجت بكفاءة أعلى من هذا الرقم. هذا يعني كمعدل عام، طبعا تحتاج مساحة أكبر بقليل نسبة إلى الألواح الشمسية المصنوعة من المونوكريستالين سيليكون. وطبعا الفرق الرئيسي بين النوعيتين مثل ما قلنا هو في طريقة أو تكنولوجيا التصنيع. طبعا تصنيع المونوكريستالين سيليكون عادة أعقد بكثير من عملية تصنيع البوليكريستالين سيليكون، لذلك أنه الكفاءة مالتها أعلى وأيضا التكلفة السعرية للمونو تكون أعلى من البولي. بشكل عام الفترة الزمنية أو العمر الفترة الزمنية لاسترداد تكلفة المنظومة أو المشروع على المستوى المنزلي أو على مستوى المشاريع طبعا تختلف وتخضع إلى بارامترات عديدة، لكن بشكل عام قد تتراوح من 5 إلى 6 سنوات من أجل تسديد تكلفة الشراء. مثل ما نشوف هذا هو خلية بوليكريستالين سيليكون، لاحظوا هنا الابيرنس أو المظهر الخارجي مالتها غير متجانس بسبب أنه الكريستلز مالتها متكون من عدة يكون عادة باتجاهات مختلفة ومبلورات متعددة، فيصير عملية انعكاس، وهذا الانعكاس ينطينا الشكل الخارجي أو المظهر الخارجي لهذا الألواح، تكون عادة مربعة، وهذا هو الشكل اللوح الشمسي المصنوع من البوليكريستالين سيليكون، وهذا هو سكرين لمشروع مكون من الألواح البوليكريستالين سيليكون. عندنا النوع الثالث السائد في القطاع التجاري هو خلايا الأغشية الدقيقة أو الثين فيلم، واللي هي طبعا تمثل الجيل الثاني، وطبعا مثل ما معروف أنه خلايا أو ألواح المونوكريستالين سيليكون والبوليكريستالين سيليكون هي تمثل الجيل الأول من أجيال الخلايا الشمسية، وطبعا عندي محاضرة مفصلة عندي بحدود 6 محاضرات مفصلة بهذا الموضوع، ممكن أنه واحد يرجع له في قناتي و يعرف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. طبعا نلاحظ أنه فيها ميزات خلايا الأغشية الرقيقة، أنه تمتاز في الجمالية البصرية بألوانها الزاهية، تأخذ ألوان مختلفة وبعضها يكون شبه شفاف، وممكن أنه نركبها على النوافذ للمنازل أو المباني وتطبيقات التجارية، وبها مرونة أو فلكسبلتي قابلة للطي، وممكن أنه تكون على أسطح السيارات أو على شكل حقائب أو جناط أو حتى على الملابس، وأيضا هي مستخدمة في الحاسبات اليدوية الهاند كالكوليتر والعربات المختلفة، وطبعا بالإمكان ثنيها وتأخذ الشكل الخارجي للمبنى أو الكيربتشر أو السطوح المنحنية. طبعا كفاءتها بشكل عام أقل مقارنة بأنواع البولي والمونو، منها يتراوح الكفاءة من حدود 8 أو 10 و11%، ولكن هناك تطويرات حصلت كثيرة لبعض الأنواع أنا أيضا شاير لها في محاضراتي اللي وصلت كفاءتها إلى حدود 22%، بإمكانكم الرجوع إلى هذه المحاضرات والتعرف بشكل مفصل على هذه الأنواع. طبعا إلى حصة السوق من لهذا النوع
تشغل بحدود أقل من 20% في العقدين الماضيين، كان لها انتشار في فترة معينة، وانخفض هذا الانتشار لوجود بعض الديس ادفانتج اللي زالت في مراحل التطوير. طبعا هذه النوع من الالواح عمرها التشغيلي اقل مقارنه بالنوعين الاولانيين اللي هو البولي والمونو اللي يمثلون الجيل الاول، ومثل ما قلنا هذه تمثل الجيل الثاني، انه التدهور الحراري او الديجريديشن يكون به اسرع، ولكن هذا لا يعني انه نهايه المطاف، بل انه عمليه البحوث والتطوير لهذا النوع مستمرة، ويتوقع أنه تأخذ الصدارة في المستقبل بعد ما يتم عليها المزيد من التطوير ويتم التحقق من وثوقيتها وقدرتها على مقاومة الـ environmental condition، بحيث أنه تعطينا إنتاجية مستقرة وبوثوقية عالية. طبعا مثل ما نشوف هذا هو الشكل، لاحظ هذا اللون وهذا هو الشكل الخارجي للوح، انه مثل ما قلنا ممكن انه تثنيه وتتحكم به وتركبه على اي سطح انت تريده. شوف هذا هو مركبه على هذه المونتنج ستراكشر واخذت شكل الكيرفتشر، وممكن انه تكون على سطوح مباني واشكال مختلفه حسب وين انت تريد تركبها. طبعا نجي على بعض الخصائص اللي تتعلق بالالواح الشمسيه، وهذا الموضوع ايضا اني شارحه في محاضرات سابقه. ناخذ بشكل مبسط عن القدرات للالواح الشمسيه. طبعا الالواح الشمسيه قدراتها تختلف، منها يعني على سبيل المثال هذا النوع يتكون من 60 خليه مونوكريستالين سيليكون، نلاحظ انه يتكون من 10 صفوف ب 6 اعمده، في 10 في 6 60 خليه مثل ما نشوف. وهذا النوع يتكون من 70 خلية 12 صف في 6 صفوف، 6 في 12 يساوي 72 سيلز. وطبعا هذه هو الدايمينشنز لهذا اللوح المكون من 60 خلية، هذا 72 خلية. شوف الحجم مالته أكبر، الفيزيكال بروبرتيز أو الأبعاد مالته تختلف. هذا النوع من 96 خلية، هذا النوع من 120 خلية اللي هو الهالف كت سيل الخلايا النصفية، وهذا ايضا نوع اخر 144 هال كت سيل. وطبعا هو هذا من النوع الالواح الشمسيه اللي تم اجراء تطويرات عليها بحيث انه قدراتها اصبحت اعلى بكثير نسبه الى الالواح التقليديه، مثل ما نشوف نسبه الى هذا ابو 60 خليه او هذا ابو 72 خليه. بشكل عام مثل ما نلاحظ وما معروف انه الخلايا الشمسيه في اللوح يتم ربطها على التوالي سيريز مثل ما نشوف، وتكون على شكل جروبس او مجموعات. لاحظ انه هذا هو المجموعه الاولى وهذه المجموعه الثانيه، وهذا عمليه الربط سالب موجب سالب موجب، وبالاخير يطلع عندنا قطبين، القطب السالب والقطب الموجب اللي يروح على البوكس او الصندوق اللي يكون في ظهر اللوح. وهذا طبعا الموضوع بتفاصيل كثيره واحنا شارحينها في محاضرات اخرى. طبعا نجي احنا نتعامل مع الموضوع من الناحيه التجاريه، ونريد نتعرف على تصنيفات الالواح الشمسيه والشركات المشهوره اللي بها وثوقيه ومعروفه عالميا. ومثل ما نعرف انه الشركات تصنيفاتها تختلف، هناك شركات الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تير 1 تير 2 تير 3 تير 4 تير 5. طبعا الشركات كل ما تزيد التصنيف مالها كل ما تكون الوثوقية أو نوعية المنتجات والسيرتيفيكيشن والكواليتي تزيد، وبالتالي حتى تكاليف الألواح المنتجة من قبل هذه الشركات تكون أسعارها أعلى نسبة إلى أسعار الألواح اللي تم إنتاجها من شركات ذات تصنيفات أقل. هذا هو التصنيف العالمي لعام لشهر السادس شهر يوليو 2021. وهنا طبعا هذه الشركات مثل ما نشوف المانيفاكتشرر الموديل الماكسيمم باور السيل تايب والإفشنسي، وهذا الجدول أنا خليته حتى تكون عندكم صورة لما تتعاملون مع شركات وتروح للسوق وتشتري منظومة أو تركب مشروع. فهذا طبعا الجايد أو الدليل راح ينطيك انديكيشن أو مؤشرات
على الشركات المتاحة منتجاتها في الأسواق، واللي تتمتع بوثوقية عالية وشهادات معتمدة عالميا، مثل ما نشوف شركة سان باور أمريكية، شركة ألجي، شركة آر إي سي، باناسونيك، هذه جينكو وغيرها، يونداي، شركة ترينت، كيوسيل، وهكذا لونجي ما تشوفون، والجي اي سولر، وهذه لاحظ هذه رموز الشركات، و لاحظ اللوجو لكل شركة موجود، والموديل مال الألواح مالتها بدون ما ندخل بهذه التفاصيل، ونلاحظ انه الباور او الماكسيمم باور لكل واحد، شوف مثل هذا 400 واط 405، لاحظ انه الافرج دي يصعد من اجل زيادة البيك باور للوح، وبالتالي هذا راح يختصر لي في المساحة ويختصر لي بعدد الألواح، ويكون رغم أنه تكلفته أعلى لكنه من ناحية اقتصادية راح يكون أكثر اقتصادية من الأنواع الأقل كفاءة ومن الأنواع الأقل بيك باور. لاحظ أيضا طبعا مع زيادة التطور أنه الافشنسي أو الكفاءة للوح النومينال افشنسي زادت، لاحظ أنه 22.8% ككفاءة، لاحظ هذه القيم والأرقام بدون ما نذكر واضحة قدامكم أنه القيم عالية، وإحنا قبل شوية من تطرقنا للأنواع مثل ما أنا أيضا حاط لك الأنتايب، الاي بي سي، الاتش يو تي، الكتسيل، البي تايب، طبعا هنا البي تايب اللي هو يقصد به البولي كريستالين سيليكون، وعندي طبعا هنا انواع مختلفه من البولي او المونو كريستالين سيليكون، ومثل ما نشوف هذه الشركات وهذه قدرات الواحها وهذه الكفاءات وهذه التكنولوجيا المصنعه بها وموديل او طراز كل لوح. هنا طبعا خليته انه حتى تصير عندكم صوره. اللي اريد اقوله من هذا الموضوع انه عاده انه تروح تنتخب الواح لا تخلي في بالك انه اكو شركات رصينه رائجه منتجاتها بالسوق ولها سمعتها التجاريه، حتى من تتعامل ما تنغش، وما خصوصا انه هناك كثير من عمليات الغش في الاسواق، فحتى تكون عندك صوره هذه الشركات هي شركات مصنفه عالميا، طبعا المنظمات العالميه المعروفه تصدر تصنيف و فصلي وسنوي لكل انواع الالواح الشمسيه، ومو فقط الالواح والانفرترات والبطاريات وغيرها من المكونات بشكل دوري كل 3 اشهر، او يكون فصلي، وهذه تكون ريفرنس لكل المهتمين والعاملين في هذا القطاع، حتى يكون لهم قايد ويعرفون هم وين رايحين، بيا اتجاههم، منين يشتري ومنين ينتخب. طبعا هنا احنا بشكل سريع المزايا والعيوب لهذه انظمه الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه، انه مميزاتها انه سهل التركيب والتشغيل، صيانتها غير مكلفه، عمرها طويل مقارنه بالمصادر التقليديه، مثل ما قلنا عمرها الافتراض التشغيلي هو 25 عام، لا تحتاج الى تكاليف تشغيليه كبيره، ما تحتاج انت من تنصب، ممكن انه عماله بسيطه هي راح تتابع، ايضا بالامكان نقلها وتفكيكها واعاده تركيبها في مكان اخر، لكن التعامل معها بشكل دقيق حتى لا تصير عمليه تكسر او كراكنج. طبعا مثل ما نعرف انه هي طاقه مستدامه ونظيفه، ما تطلق لنا اي غازات في وملوثه للجو والبيئه، وبالتالي هي فريندلي للانفايرمنتال، تعتبر صديقه للبيئه وغير ضاره بالصحه، لا تصدر عندنا اصوات ولا تصدر عندنا دبدبات صوتيه ولا تصدر غازات ولا ابخره ولا دخان، وما بها لا ضوضاء، وما بها عندنا اجزاء متحركه نسبه الى المحطات التقليديه لانتاج الطاقه، لكن احد العيوب مالتها انه الانفستمنت كوست او الكابيتال كوست بالبدايه تكون مرتفعه، لكن هذا يتم تعويضها واستعاده التكلفه الراسماليه للمنظومه او المشروع على مدى فترة قد تتراوح من 3-4 إلى 5 أو حتى 6 سنوات. طبعا تتطلب مساحة واسعة، ليش؟ لأنه مثل ما قلنا إذا كان عندك مشروع يحتاج ربما إلى
بالميجاوات، ربما يحتاج إلى حتى دونمات من المساحة. طبعا من عيوبها أيضا أنه تقدر تشغلها فقط أثناء النهار عند ما تكون الشمس متاحة، حتى يتم عملية تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية وأنت تستغلها. لذلك طبعا نحتاج إلى البطاريات إذا كانت الأنظمة صغيرة حتى تخزن الطاقة في البطاريات ونستخدمها في الأيام الغائمة أو الممطرة. طبعا تتطلب خبرات فنية خاصة لكن ليست بالكثيرة كبيرة جدا، مجرد عمليات التريننج وكيفية التعامل والنصب والتركيب وبعض المحاذير في أوقات التشغيل. طبعا هذا الموضوع هو أصلا البركويشن سيفتي، هو مطلوب لكل سيستم يعمل سواء كان سيستم طاقة أو أي سيستم آخر. لا أيضا هي قابلة للكسر إذا ما يعني يجب أن تكون بعيدة عن عمليات رمي الأحجار والأجسام الصلبة حتى لا تسبب لنا كسر وتهشم للألواح، ويجب عادة تركيبها على قواعد ثابتة حتى لا تتعرض إلى ستريسز أو إجهادات في من جراء الرياح والعواصف أو الكتل الهوائية السريعة حتى لا تسبب عندنا مشاكل وتهشم وكسر واقتلاع الماونتنج ستراكشر او هيكل التركيب مع الالواح بشكل كامل ما يسبب مضار. يعني دائما يجب ان يكون تثبيت محكم وبشكل هندسي ومحسوب مسبقا، خصوصا عندما نتعامل مع هذا النظام. طبعا هذا اللي هنا تنتهي المحاضره الاولى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.